لفتح ملف الاتفاق الإطاري في السودان وتباين المواقف بشأنه، ينضم إلينا عبر الهاتف من الخرطوم الصحفي والمحلل السياسي محمد شناوي. أستاذ محمد، مرحبا بكم. يعني بين قابل الاتفاق الإطاري ورافض الله يدور الجدل في المجمل، ولكن كيف ترون بنود الاتفاق؟ هل تحل الأزمة التي يعيشها السودان منذ عام 2019 بعد وصول العسكر للحكم؟ مرحبا بكم، مرحبا بكم. اهلا بك استاذ محمد، تفضل استاذ محمد. اهلا بك. هذا الاتفاق الذي وقع بين الحكومه المكون العسكري وقوى اعلان حريه التغيير او المكون المدني هو يفتح الباب لمرحله جديده من التحول الديمقراطي، خاصه وان الاتفاق في تقديري افضل من الاتفاق السابق، حيث يعطي للمدنيين صلاحيات واسعه، وذلك ويضع المدنيين في امتحان عصيب، خاصه وان الكره الان في ملعب المدنيين بعد هذا الاتفاق الذي توج بالامس بين المكون العسكري والمكون المدني. نعم. الاتفاق هو وجد امتياح كبير من قبل القوى السياسيه، وكذلك هناك ايضا قوى كبيره رحبت بهذا الاتفاق، بالاضافه الى الشارع ما بين مؤيد ورافض، خاصه وان هناك كيانات سياسيه او قوى سياسيه أعلنت رفضها للاتفاق، كحزب البعث العربي الاشتراكي والحزب الشيوعي، وهناك من جانب التوافق الوطني اللي كقوى الحرية وقوى التوافق الوطني كحركة تحرير السودان التي تدعمها مني أركم الناوي وهو حاكم إقليم دارفور حاليا. رفض هذا الاتفاق ورأى أن هذا الاتفاق لن يحل الأزمة، وهو يطالب بأن يكون الاتفاق شامل، لا يريد أن يكون الاتفاق ثنائي. وبالتالي أيضا في ذات الاتجاه تحدث جبريل إبراهيم رئيس حركة العدل والمساواة، وهو من حركته من ضمن الحركات الموقعة في اتفاق جوبا، وهو وزير المالية في هذه الحكومة، أيضا رفض هذا الاتفاق باعتباره لن يكون شاملا ولن يكون من ضمن هذا الاتفاق، او راى ان هذا الاتفاق هو ثنائي بين المكونين المدني والعسكري، لكن هو الاتفاق يضم عدد كبير، اكثر من 50 حزب سياسي وكيانات ومنظمات هي كانت من ضمن ولكن استاذ محمد، لو فتحنا باب الملاحظات، بحسب الاتفاق الإطاري فإن اختيار تشكيلة المجلس العدلي سيكون من قبل المجلس السيادي. هذه الخطوة ألا تؤثر على مسألة العدالة الانتقالية التي وردت في الاتفاق الذي وقعت عليه القوى الثورية مع العسكر؟ ألا تؤثر على ذلك؟ إذا أنت تقصد المجلس العدلي، هذا الحديث في تقديري غير صحيح، وإنما هو في من صلاحيات مجلس الوزراء هو المكتب الحكومة التنفيذية، وهي ممثلة في مجلس الوزراء، خاصة وأن الاتفاق منح مجلس الوزراء اختيار وزير الدفاع ووزير الداخلية وجهاز الأمن أيضا، وحدد صلاحيات جهاز الأمن، وهو مهمته تكمن في جمع وتحليل المعلومات دون حق الاعتقال، بالإضافة إلى أن الصلاحيات أعطت المجلس الوزراء أو المكتب الحكومة التنفيذية أعطته الحق في تكوين المجالس، أو تكوين حكومة المفوضيات، مفوضية السلام ومفوضية الانتخابات. وحدد ايضا الاتفاق اعمال لعمر هذه الحكومه الانتقاليه. هذا الاتفاق هو في تقديري انا ارى انه مثاليا يصب في مصلحه الحكومه المدنيه، خاصه وان هناك قوى جديده انضمت للموقعين
عملية اتفاق حزب المؤتمر الشعبي، هو كان مشارك في حكومة البشير بالإضافة إلى جماعة أنصار السنة. هذه أيضا مجموعة كانت شريكة لحكومة البشير، وبالتالي فرص نجاح هذا الاتفاق في تقديري فرص واسعة، لجهة أن هذا الاتفاق كان حضره المجتمع الدولي ومنظمات المجتمع المدني، وهناك دول كثيرة يعني أيدت هذا الاتفاق واعتبرته هو بداية للتحول الديمقراطي. وما لمسنا أيضا هناك يعني نية أو نية صادقة من المكون العسكري، باعتبار أن هناك عام كامل والأوضاع في السودان يعني ازدادت سوءا، هناك غلاء في الأسعار، وبالتالي التشاكسات السياسية انعكست مباشرة على الأوضاع الاقتصادية. المواطن السوداني ما زال يعاني من زيادة الأسعار والارتفاع في كل مناحي الحياة، هناك يعني ظروف سيئة للمواطن السوداني، وهذا الأمر هو يعني البعض يرجع لعدم الاستقرار السياسي. الحكومة الآن هي يعني كانت فاقدة السيطرة على الأسواق في السودان، وبالتالي غياب هذا الأمر في تقدير هو سياسي، وبالتالي انعكس على الجانب الاقتصادي، خاصة وأن الاقتصاد والسياسة هما يعني وجهان لعملة واحدة، وبالتالي المكون العسكري رأى أن الاتفاق لابد من هو واقتنع بهذا الأمر. وخاصة وأن البرهان يعني تحدث عن أنه الجيش سينأى عن العمل السياسي، وبالتالي حميتي في نائب رئيس مجلس السيادة تحدث عن أنه يعتذر لما حدث في 25، وهي قرارات البرهان في قبل عام بعزل حكومة حمدوك، وبالتالي هذه القرارات يعني أحدثت أضرارا كبيرة على البلاد، وبالتالي هناك عزلة كانت في طيلة هذه الفترة. ولكن أستاذ هناك محمد غلاء هناك يعني. ولكن أستاذ محمد، الملاحظ أن الاتفاق يعني لم يضع برنامجا زمنيا لتنفيذ ما جاء في البنود، كيف ذلك؟ الاتفاق هو يعني وضع خارطة طريق، وهو يعني خطوط عريضة، وبالتالي مدة هذا الاتفاق هو عامان. مجرد يعني تعيين رئيس الوزراء يبدأ زمن الاتفاق، يعني حتى الآن لم يحسب، لكن الآن هناك يعني إرادة من قوى حرية التغيير وإرادة من المكون العسكري، خلال الأسبوعين القادمين سيكون هناك اتفاق نهائي، وذلك لبلورة ووضع النقاط في الحروف على كل القضايا التي يعني موضوعة في هذه المسودة، وهي وضعت من نقابة المحامين، وهي ناقشت كل القضايا وحددت زمن، وخاصة وأن هناك سقف حكومة انتقالية مدتها عامان. وهناك أيضا جهود من قبل المكونين، هناك والحرية والتغيير أيضا لديها مساعي في ضم عدد من القوى الرافضة، والمكون العسكري أيضا هناك مجموعة أقرب إليه من قوى الحرية والتغيير، خاصة أنها القريب في الأمر أنها كانت من ضمن قوى إعلان الحرية والتغيير كحركة تحرير السودان، وهي جزء من الحكومة الحالية وحركة العدل والمساواة. بالتالي المكون العسكري يعني باستطاعته أن يجذب هذه القوى ويضمن لها بقائها في السلطة، خاصة أنهم أتوا عبر اتفاق جوبا وقع تقريبا قبل عامين، والاتفاق حدد يعني مهام معينة وحدد يعني فصل كيفية أو قنن وجود الحركات المسلحة، وبالتالي أستاذ محمد يمكن خلال هذه الأيام نتوقع أن ينضم عدد كبير من القوى السياسية، ومن ثم وضع حكومة مهام، خاصة أن الحكومة هي ستكون من التكنوقراط، لكن المجلس التشريعي كما وضع يعني في الوثيقة أنه سيكون لكل القوى السياسية الموقعة على هذا الاتفاق. إذن الكرة حتى الآن ما تزال في ملعب كل القوى التي
تريد ان تلحق، نعم استاذ محمد، والبوحان جدد شكرا. الدعوه ونائب رئيس مجلس القياده جدد الدعوه لكل القوى السياسيه شكرا بان استاذ تنضم الى محمد. هذا الاتفاق، خاصه انه نعم. الاتفاق يريد ان يكون شاملا وجامعا لكل القوى السياسيه شكرا استاذ محمد، غير موقعه، بالتالي اسف لضيق هناك الوقت. زمن يعني في تقديري نعم تمام، من الخرطوم الصحفي والمحلل السياسي محمد شناوي، شكرا جزيلا لكم.